السيد الوزير المحافظ الدكتور ايمن عبد المنعم، السيد الدكتور انيس الشيخ نائب رئيس الجامعه، السيد الدكتور صفر نائب رئيس الجامعه، السيد الدكتور عثمان نائب رئيس الجامعه السابق، الساده العمداء، استاذنا الدكتور السماحي، العلاقات العامه، الامن، الاعلام. يعني النهارده في منتهى السعاده بتجديد القاعه، تجديد كليا. طبعا انا حسيت بالاول بس المهندس المشرف على القاعه يقول لنا ايه اللي اتعمل، وبعد كده سعادتك نديك الكلمه عشان عايزين بس اهم حاجه الساده العمداء نحافظ على القاعه، نحافظ عليها في اولا احنا عشان القاعه الثانيه شغاله حاليا، كنا هنعمل اعاده هيكله ليها زي كده بس ظروف الجامعه والكوحه اخرنا الهيكله ليها فبدانا بيها. طبعا الصف الاول ده تجديد كله، صف اضافه الشاشات، في شاشات في هناك، في شاشه في الخلف، تغيير المنصه نفسها. يعني هو المهندس هيقول وبعد كده سعادتك تقول لنا كلمه كده. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.